المرجعية الوحيدة السريعة اللي يقدر الناس يرجعوا لها بسرعة. شوف انت لما بيحصل حدث على المستوى العام بيتناول ازاي؟ مفيش مايسترو منظم. اذا غياب وزير اعلام، غياب المايسترو، غياب المايسترو برغم وجود مجلس اعلى الاعلام، لازم وزير الاعلام علشان يبقى موجود مايسترو، نرجع ليه يضع السياسة. انت احيانا في الاعلام الرسمي بتحتاج مرجعية تقول لك نعم او لا، كيف نتناول هذا الحدث علشان ما يصيبش الناس بالإحباط أحيانا، أو زي نتناول الحدث حتى لا يحرج القيادة في خارج مصر إذا ما كان في مصر. طب هو منصب وزير الإعلام يعني كان تعب، كان تعب الدولة أو تعب الناس أو المؤسسات في إيه؟ يعني ليه كان هناك إصرار بعد 25 يناير تتلغي زي ما كده يعني إلغاء الحزب الوطني وإلغاء وزارة الإعلام؟ يعني كان إيه أضرار منصب وزير الإعلام اللي النهاردة كل من يجلس أمامي في هذا البرنامج وطالب بإعادة منصب وزير الإعلام؟ بص، قد يكون فيه سوء نية في وقت من الأوقات في عدم إدراج هذا المنصب ضمن اختيارات الوزارة في وقتها، كان ربما يكون في سوء نية، ربما إن احنا نسيب الساحة هايجة بالطريقة دي وملخبطة ومفيش حد عارف يشتغل، لكن أن تظل موجودة ده الخطأ. من الممكن إنه بفعل الزمن الناس مش منتبهة، لا لازم ننتبه إن وزير الإعلام مهم زي وزير الثقافة ما هو مهم، وزير الإعلام أيضا مهم، أو تسند الأمر لأي واحد، لكن لابد أن هذا المنصب يتم شغله بشخصية إعلامية مرموقة تستطيع أن توجد التوازن الطبيعي والحقيقي، عندها خبرة وفي ثقة ما بينها وما بين بقية الإعلاميين. بس هي برضو